اجواء بقى جميله. وبما ان احنا كنا امبارح برضو اجازه، خلينا نروح نشوف كده العام الجديد ازاي استقبلوا النادي الاهلي في الفروع المختلفه. طبعا كان في حفلات بتقام واعمال ترفيهيه للاعضاء. هنروح كده سريعا لمقر النادي الاهلي بالجزيره نشوف ازاي الاحتفالات كانت هناك ونرجع نكمل. فكرة حلوة ان هم يعملوا الحاجات دي، صوت الاطفال يعرفهم بالاعياد بالمناسبات. يعني برضو كان في العيد الصغير عملوه، العيد الكبير برضو عملوه، دي كانت حاجة كويسة جدا. يعني هم فرحوا جدا الاطفال، وحاجة احنا متعودين عليها من النادي الاهلي ان هم دايما بيفرحونا وفرحوا الاطفال. بصراحة الاحتفال حلو قوي والديكوريشن كلها حلوة قوي. لا ما شاء الله الحفلة جميلة بصراحة، جميلة جدا، والاطفال كلهم مبسوطين بيها بصراحة. يعني مجهود ملحوظ، يعني بصراحة احتفال جميل قوي، الاولاد مبسوطين كتير يعني. وبصراحه الاحتفالات اللي زي دي مهمه للاطفال، يعني لان هم يحسوا ان هم الكريسماس ده بتاعهم. احنا يعني كبرنا خلاص على الحاجات دي، لكن هم بالنسبه لهم بيفرحهم اكيد. الاحتفال حلو ومبسوطين بالاجواء دي، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير وسنه سعيده على الكل. مبسوطه قوي ان احتفلت برأس السنه في النادي الاهلي، وكان حلو جدا وعجبني الاحتفال. احتفال رائع بصراحه، جميل، كفايه انهم جمع الاطفال كلهم اصلا مخليهم فرحانين، دي كفايه قوي يعني. عجبتني جدا، وكلها كانت جميله وكله كان عجبني قوي. الحفله كانت حلوه جدا، ورقصت فيها وسقفت. الحفله حلوه قوي، وانا عملت فيها حاجات جميله، عملت فيها مسابقات جميله. كانت حلوه قوي، ولعبنا واتبسطنا، وشكرا للنادي الاهلي. طيب ده كان الأجواء الاحتفال في فرع النادي الأهلي بالجزيرة.